أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو القول الراجح في السنن الرواتب؟ هل هي 10 ركعات أم 12 ركعة؟ الأقل 10، هذا الأقل. وإن زاد ركعتين مع راتبة الظهر القبلية وركعتين مع راتبة الظهر البعدية، فصلى 4 قبل الظهر و4 بعدها، فهذا أكمل، هذا الكمال. وإلا على الأقل 10 ركعات. نعم.